لما يزيد عندك الإيمان يزيد التعاون والإحسان. رزق إنسان الآن. هو حلم يكبر معنا حينما نرى الاستقرار في عيون والدينا، وندرك أن تكوين أسرة هو سعادة في قلب الوالدين. لكن ماذا إن كانت الظروف والدخل القليل عائقين لرؤية هذه الفرحة في عيونهم؟ صبيحة أم تتمنى أن ترى الفرحة في عيون ولدها الذي لم تستطع أن تجمع مبلغ زواج ابنها. السلام عليكم. إما لاباس؟ لاباس. أكيد مليحة؟ الحمد لله. صحة لاباس؟ والله الحمد لله. الحمد لله. حنا نحوسوا على واحدة خياطة لهنا. تخيط الحوايج، عندنا اللي تامة باش تخيطوا لهم. كاين هنا ما نعرفش صح فين الفلايس يخلق لهم. معلش. والله على بالي. بس حنا عندنا واحد اللي تامة هكذا باش نديروا لهم، خيطوا لهم واحد الدوزان. في رمضان باش على الخير إن شاء الله. خير إن شاء الله. إن شاء الله. اللي انا خدامه هنا يا ربي يقدرك ان شاء الله. ما كاش ليك ومكاش حتى واحد في الدار يعاونكم ولا كيفاش؟ انا شغلانه اللي مسكنتها بالعلي. يا ربي ان شاء الله ربي يحفظهم ان شاء الله. مادام عندنا يمات كيما انت ان شاء الله يا ربي يقدرني. اللهم امين. يبان النور على وجهك. الله يسلمك. عندك بزاف دراري؟ عندي 3 ولاد وعندي 2 بنات. يا ربي يحفظهم. مربيتهم. ماشي ولادك؟ بناتي. يتما هادو؟ ايه مربيتهم. وقادر عليهم؟ الحمد لله، راني نطيح بالنوض. بصح كي قلت لي راني فون دو ميناج برك. ايه فون دو ميناج وربي مقدرني، ربي هو اللي مقدرنا. ايه ان شاء الله ربي يكون معك. ان شاء الله. بصح مليح الواحد هو مادام يقدر يدير الخير يديره. ان شاء الله ان شاء الله، ربي يقدرنا على الخير. ان شاء الله. هايدو. علاش ولاد كبار هادون؟ ولادي كبار، واحد انا حنزوجو هاك تشوف هاني نطيح بالنوض. ايه ان شاء الله ان شاء الله. راح خلاص راح يتزوج؟ اه راح يتزوج ان شاء الله من الاوت ان شاء الله ربي. هذا اوت ان شاء الله. ايه ان شاء الله ربي يقدره ان شاء الله ونفرحوا له ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله يا خويا. ان شاء الله ربي يقدرك انت. ان شاء الله يا خويا ربي يعطيك التمنى. اللهم امين. معليش انا راني ماشي برك، وقعت نحوس على هذه المرا وني نسقسي فيك برك. معليش ياك معليش خويا، ما فيها والو خويا، ما فيها حتى حاجه. ان شاء الله ان شاء الله. بالك انا انت كش برك محتاجه؟ والله يا خويا واش نقول لك، كاين اللي ماشي محتاج في هذه الدنيا. معليش حبيبي، انا راح نزوج وليدي والله راني ربي لي يعلم. طيحه ونوضه. طيحه ونوضه. هذا وين بدا؟ هذا وين راح يقول بسم الله؟ يا المكتوب لك كتبو ربي. عاش ربي يقدرنا. المكتوب لك كتبو ربي خويا. ان شاء الله. قدرنا كل نهار ونهار. علاش انت راكي وحدك وطيحه ونوضه؟ والله غير وحدي يا خويا طيحه ونوضه. ما عييتيش في العمر هذا انت كبرتي شويه. حياتي كاع وانا طيحه ونوضه. ان شاء الله ربي يقدرني يخلي لي صحتي برك. ان شاء الله. وليداتي هذا ما كل ماشي خدام طفل. والله هذوك الزوج الصغار ماهمش خدامين، الكبير ما هو خدام وغوز الصغير كيف ما هو خدام، وهذاك اللي راه مسكين اللي حبيت كل على ربي والله غير يخدم عند اللي راح يتزوج هذا. يخدم عند واحد يبيع الفاكهه. تصور المكتوب اللي كتبوا اللي عطاه له هذاك معك. معليش ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ماشي خدام ما با ماشي تاعو مسكين ماشي رزقه. والله غير عند الناس يخدم. ربي يقدر ان شاء الله. ان شاء الله، المهم يجيب هذاك الصوت والحلال. تبعد العرس يستقام طرق ثاني. وي هاتك الصحة، وين تصد؟ دفعت ولا طفلة شاطرة؟ والله غير مازال، والله غير يا خويا غير مازال. مازال ما مازال ما مازال ما, ما, ما درت والو. وتقريب خلاص ما غادلوش واش قاعد احمر. ربي يكون ان شاء الله. بالك بالك راكي دايره حاجه ان شاء الله. بالك كي دايره حاجه مليحه في الدنيا بالك ربي راه يجي يجيبك. باسكو الواحد المؤمن هو صابر ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
بالك حكيتي لها اللي تام هادو بصح كيفاش جاتك ربيتي تام وانت ما عندكش؟ تعرف حكايتي ما عنديش طفله وربي جاب لي هاد زوج بنات ربي جابهم لي. حنا عطلناك حنا شويه معليش خويا معليش خلاص انا كنت ماشي طريق ما انا خلي لك حاجه خليها لك انا كنت طريق برك شوفي هذا واش كاين داخل خبيه ما تخرجيش صح ان شاء الله. كاين ناس قلوبهم محنينه احنا اللي جابوك لهنا مدام احنا اللي كنا اللي نجيبوك هنا باش نشوفوك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللهم امين يا رب ان شاء الله. مدام مدام مازال احنا قبل نروحوك ما حبيتي حاجه وش نقول لك يا خويا عندي وليدي راح يتزوج لحد تعاوني خلاص احنا شوفي وليدك احنا اللي نتكفلوا له دوكا نخلصوا له الشر تاعه ربي يجازيك يا خويا ان شاء الله يا رب ربي يجازيك يا خويا واش عنده في الدار الله غير ما كاين والو تحب الله غير تحب تجي تشوف ارواح شوف الدار فيها نجيبوا له ثاني ان شاء الله يا ربي يجازيك ربي يجازيك ربي يجازيك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. واش نقول لك بالك بالك واش درتي خير في هذوك اللي تام ربيها ربي يعطيك ما تتمنى يا خويا والله ما بغيت ما نهضر ما لقيت ما نقول ان شاء الله يا ربي ربي يجازيك. خلاص احنا وليدك دوكا نتكفلوا له كيفاش راح نزوجوه. ربي يعطيك ما تتمنى يا خويا العزيز. خلصوا له هذا الشرط تاع الطفله ونجهزوا له بالك دارو ثاني. خويا بعدك ربي ليا من السما. علاش معلش هذا رزق تاع ربي احنا رانا اسباب برك. رزق ربي هذا ما ادري. مادام راح يتزوج يفتح الدار حنا نزيد نعاونو ومن نعمرو له شويه سلعه ثاني الطابله نعمروها له باش يعود يسترزق منها ثاني. الله يا خويا تتبعها في الجنه. اللهم يا خويا مقامك في الجنه ان شاء الله ان شاء الله في الجنه يا ربي. هذا واش نقول مادام الناس اللي وصلوك لهنا يعاودوا يهضروا معكم بعد ان شاء الله. مادام صحه رمضانك ان شاء الله نكونوا فرحناك طول عمرك يا اللهم امين. الله في روحك مدام ان شاء الله بلاصتك في الجنه ان شاء الله. اللهم امين اللهم امين يا رب ان شاء الله. ما اقدرش نزيد خطوه ونمشي الهم اللي راه مسافر من مكان لاخر لنلتقي عبادا اثقلتهم هموم الحياه املنا ان نحدث تغييرا بسيطا انطلاقه جديده في حياتهم اسعدهم واسعد معهم. لا يمكن أن نصل إلى كل محتاج لكن سنكون ملهمين لكل شخص من وسخ روحي بيها ما ليش راني قابل بحالتي أنا إيش مغبون ونكمل حياتي يدي لي المدها ونطلب بيها نرفدها لربي وندعي بيها هو اللي يرزقني ويفرج خبيتي هو اللي يعطيني على حسب نيتي. كاين ناس قلوبهم محنينة مسخرهم ربي لينا دايرهم سبا في دلحاي.